صنفت الأفلام الأولى أو الظهور الأول للمخرجين صانعي الأفلام، والذي كان يعرض في السنوات الأولى من بدء إقامة المهرجان ضمن قسم أفلام الهواة أو غير المحترفين قبل عدة سنوات. وأثناء الحملة الدعائية الجديدة تغير اسمه إلى النظرة الجديدة. للإنصاف فإنهم تابعوا الأفلام الأولى للمخرجين بشكل جيد هذا العام، كما أنهم شكلوا عنها انطباعا جيدا لدرجة أن عددا منهم ومنذ بدء الأنشطة شرع بالتفكير بمنح جائزة سيمور أو العنقاء من التجربة الأولى، لكن بشكل عام كلهم كانوا جيدين. الفيلم الذي عرض صباح اليوم شاهده عدد قليل من المشاهدين، ولكن قصر المهرجان كان مزدحما بعد الظهر، بحيث لقي ثلاثة أفلام استقبالا رائعا. عقدت ندوات للرد على أسئلة المشاهدين، غير أن العاملين في السينما لم يبدوا رغبة في إجراء مقابلات مع الصحفيين، ومنهم ممثلو فيلم اليوم البهيج الذي لقي استقبالا حارا. لیست چهارده خیلی شلوغه مونده ما برسیم خانمت کجاست؟ بالاست همون رفیق ماست که صبح راجبش صحبت کردم آتر سلام آقا جان سلام علیکم I was very impressed because for me it was the first time to play in a different or a foreign language because it's not my language to play and it was very emotional this huge many people there and in foreign land and country and it was a great experience از این تجربه درسای زیادی گرفتم که در آینده مطمئنم به دردم خواهد خورد خوب بود متوسط بود در اصل شیوه های نو رو من خب میپسندم و اینکه فکر میکنم که جسارت و نوگرایی که توی جوان ها هست شاید توی بقیه نباشه واقعا فیلم خیلی خوب بود فیلمایی که خارج از کشور کلا ساخته میشه خب مشکلات خودشونو دارن در حال هم هزینهشون بالا میره هم مواردی دیگه مثل پیدا کردن عوامل و خود مجوزهای فیلمبرداری و موارد دیگه ای که هست موضوعی که فیلم داره موضوعی که خیلی کشش نداره برای مخاطب موضوع مهاجرت موضوعی که بارها در فیلم‌های مختلف تکرار شده